مشاهدين كديري لاباس عليكم، اموركم هانيه، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. اليوم فيديو جديد غادي نشارك معكم قريش لاد ديال عاشوره. بسم الله على بركه الله، عندي في المقادير 2 كيلو ديال الطحين نوعيه جيده، وعندي 2 كيسان ديال دانون طبيعي، عندي 2 كيسان ديال الزيت، زيت المائده وزيت البلديه، عندي 4 معالق ديال الزبده، 2 معالق كبار ديال المطارد، عندي 8 الفروماجات متلتين، وعندي ثومة بودرة 2 معالق، عندي 2 خمارات حمرين، وعندي 2 معالق ديال الخميرة فورية، عندي 2 معالق بزار و2 معالق الملحة. بسم الله على بركة الله، غادي نبداو بالنواشف هما الاولين، وغادي نخلطو غادي ندير المطارد غادي نزيد دانون غادي نزيد الزبدة غادي نزيد الزيت وغادي نزيد الفرماج صافي، ونبسبس هذا الشيء مزيان حتى يتساجم مع بعضه ونطلق. بعد ما بسبسنا العجينه مزيان، دابا غادي نجمعوها بالماء على الماء عادي من الروبيني، صافي نبقاو كنزيدو الماء بشويه بشويه تتجمع. بعد ما جمعت العجينه هذا هو القوام اللي حصلت عليه، هاكا عجينه رطبه. دابا غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها ترتاح ونتلاقاو ان شاء الله. بسم الله، كما كتشوفوا العجينه بعد ما ارتاحت، دابا غادي ان شاء الله نقسمها على 4، صافي. وغادي نقادهم 4 الكويرات، وغادي ندير كل كويره غادي ندير فيها نكهه، غادي ندير وحده بفروماج ووحده بالزعتر ووحده بلقامه ديال الحوت ووحده بالهريسه والتحميره. بسم الله، دابا غادي نبداو باول كره، غادي نديرو الفروماج هو الاول، حنا راه ما عبرناش، ها عينا ميزاننا.
صافي وغادي نخلطو هكا، تندخلو داك الفروماج مزيان. دابا غادي نديرو الكرة التانية، غادي نديرو فيها الزعتر ونخلطوها بحال الاولى. دابا غادي نبداو في الكرة الثالثة، وغادي ندير فيها لقامة ديال الحوت. صافي الخدمة هاتا هي تتخلط مزيان. وهذه الكرة الأخيرة، صافي غادي نديرو فيها الهريسة والتحميرة وتا هي غادي نخلطوها. بسم الله. دابا غادي نبداو بالكرة الأولى ديال الفروماج. حنا غنديرو غير حريبلات وغادي نقطعوهم بالمقص. صافي غادي نقطعوهم دابا ونحربلوهم وان شاء الله نقطعوهم بالمقص ونتلاقاو. كما كتشوفوا العجينه ديالي انا درتها حرابل، غادي ندخلها دابا غير تصهد ونخرجها باش نقطعها، وان شاء الله باش تشوفوا كيفاش غادي ندير ليها. ودابا غادي نحربلو الكره الثانيه اللي بالزعتر. غادي نديرو الكرة الثالثة ديال لقامات الحوت، حتى هي غادي نحربلوها كيف التانيين وصافي. وها الكرة الأخيرة ديال الهريسة والتحميرة، حتى هي غادي نحربلوها وندخلوها الفران غتصهد صافي ونخرجوها. كما كتشوفوا دابا غادي نقطع ديال العجينة ديال الفرماج هي الأولى. كما كتشوفوا الفقاس ديالنا بعد ما قطعته، هذا اللي بالزعتر وهذا اللي بلقامة ديال الحوت وهذا بالفرماج وهذا بالتحميرة والهريسة. ودابا غادي نديهم إن شاء الله الفران ديال الزنقة يطيبوا ونتلاقاو إن شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي. الفقاس ديالي بعد ما جتو من الفران شوفوا كي جا محمر وجا لذيذ. هانتوما البنات الشكل النهائي ديال الفقيقسات والكعك الصغير اللي شاركت معكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم الفيديو كيف ديما ما تنسونيش من لايك واشتراك والكومنتيرات ديالكم الزوينة. وشكرا، الى فيديو قادم بحول الله ومع السلامة.